منذ ولايتها في الولايات المتحدة إلى حين مغادرتها، لاقت الباندا العملاقة الصينية باو باو ترحيبا حارا واهتماما بالغا طيلة فترة بقائها في حديقة الحيوان في العاصمة الأمريكية واشنطن. وغادرت هذه الباندا البالغة من العمر 3 أعوام والنصف غادرت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء متوجهة إلى الصين. وفقا لاتفاق بين الحكومتين الصينية والأمريكية، يجب إعادة الباندا العملاقة المولودة في الولايات المتحدة إلى الصين قبل بلوغها سن الرابعة. وقد توجه السفير الصيني لدى الولايات المتحدة سوي تيان كاي إلى حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن لوداع باو باو التي ستغادر المدينة، وتودع كذلك مربيها مارتي ديراي متوجهة إلى مدينة تشيندو بجنوب غرب الصين. على الرغم من عملي كمربي لمدة 15 عاما، إن أن المشاركة في تربية باو باو منذ ولادته إلى حين عودتها إلى الصين كانت أروع خبرة على الإطلاق. كي يجنبها عدم الارتياح من إدخالها القفص المخصص، قام مارتي بتدريب باو باو على تلك العملية، فتقوم أولا بالدخول بحرية، ثم يقوم بإغلاق أحد الأبواب، وبعد ذلك يقوم بإغلاق الباب التالي. ومن الجهة الأخرى، فقد قامت شركة البريد السريع فيديكس إكسبرس، والتي تم تسليمها عملية النقل بإلصاق صورة باو باو على جسد الطائرة بوينغ 777 المخصصة لنقل الباندا. وقد أطلقت الشركة على الرحلة اسم باندا إكسبرس، وفي حوالي الساعة 2 بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي غادرت باو باو مطار واشنطن دالاس الدولي متوجهة إلى مدينة تشينغدو الصينية على متن طائرتها الخاصة، الأمر الذي يعني انتهاء فترة بقائها رسميا في الولايات المتحدة.